بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنين، نشكرك ونفرح ونتهلل بوجودنا يا رب في محضرك. أنت يا من تعتني بنا وفرعانا وتدبر يا رب كل أمورنا. إرادتك ومشيئتك مباركة وصالحة، ورحمتك يا رب لا نهاية لها، ونعمتك يا رب متجهة لكل إنسان يا رب فينا. لي كل مجد وكرامة، ونطلب يا رب بركة حضورك وعملك يا رب في حياتنا، واعطينا اختبار يا رب لهذا الحضور. متعنا بوجودك، ومتعنا برعايتك، ومتعنا بعملك وغفرانك وقدرتك يا رب على التغيير. فرحنا يا رب بشخصك، بارك يا رب في بيوتنا، وبارك يا رب في كنايسنا، وانظر إلى العالم بعين الرحمة يا رب والتحنن، وافتقدنا يا رب بخلاصك، خلاصك الثمين الذي صنعته لأجلنا. اجعل العالم يا رب يتمتع به ويعيش به. عشان خاطر أمنا القديسة الطاهرة مريم، وسادة الآباء الرسل، وكروذنا ماري مرقس الإنجيلي، اسمعنا واستجب لينا، لأن ليك يا رب كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى دار الدهور كلها. أمين. كمل مع بعض سفر دانيال الإصحاح الثاني. دانيال في قلبه حط إنه يعيش لربنا وتمسك بهذا، والله أعطاه نعمة إنه يحقق له اللي هو أراده واللي هو عايزه. يقول في السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، لما دانيال والثلاث فتية اتخذوا مسبيين، كان نبوخذ نصر لسه قائد الجيوش، ما كانش بقى ملك. لكن بيقول الحدث ده حصل في السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر على بابل، وكانت مفيش تقاويم زمان، لكن كانوا بيأرخوا الزمن من تاريخ ملك الملوك. ففي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه. وهنا هنشوف إن الله بيتعامل مع حتى الناس اللي ملهمش علاقة بيه من أجل الناس اللي ليهم علاقة بيه. نبوخذ نصر ده ما يعرفش حاجة عن ربنا وملوش علاقة بربنا، لكن الله ابتدى يتعامل معه بالأحلام من أجل دانيال ومن أجل التلات فتية. فهو شاف رؤى انزعجت روحه وطار عنه نومه، لأنه مش فاهم إيه اللي شافه ده. فأمر الملك أن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون. المجوس هم اللي بيستخدموا علم الفلك، السحرة هم اللي بيستعينوا بالأرواح الشريرة، والعرافين دول بيدعوا إن هم يعرفوا الطالع أو يعرفوا المستقبل، والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه. فهو راح بعد جاب كل الناس علشان يقولوا له تفسير هذا الحلم. فأتوا ووقفوا أمام الملك، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. وهو كالعادة قالوا له: طب احكي لنا الحلم اللي انت شفته، قول لنا انت شفت ايه، واحنا نفصل لك اللي انت شفته ده. هو فأجاب الملك وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول إن لم
تنبؤوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مذبلة. فكان طلب نبوخذ نصر منهم طلب غريب. قالوا له قال لهم أنتوا مضطرين تقولوا لي الحلم اللي أنا حلمته والتفسير بتاعه. ليه طلب الطلب الغريب ده؟ هو لأنه كان عارف أن الناس دي أي حاجة هيقولها لها هتكذب عليه وهتنافقه وهتقول له كلام كويس. فهو طلب المستحيل، طلب أن حد يقول له هو شاف إيه علشان يضمن أن عندهم فعلا روح معرفة وأنهم بيكشفوا الأسرار. مش هيضحكوا عليه وينفقوه ويقولوا له أي كلام. وإن بينتم الحلم وتعبيره يكون من قبلي هدايا وحلاوين وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. إذا ما قلتوش الحلم وتعبيره تموتوا ويبقى في خراب لبيوتكم، وإذا قلتم يبقى في مكافأة لكم. فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. هم حاولوا أن يستنصحوا عليه، قالوا له قل لنا أنت شفت إيه وإحنا نقول لك التفسير. فأجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني بأنه إن لم تنبؤوني بالحلم فقضاءكم واحد، لأنكم قد اتفقتم علي على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي. هو فاهمهم إن هم يعني هيتفقوا مع بعضهم إن يقولوا له كلام حلو وخلاص عشان يريحوه. فقضاءكم واحد لأنكم قد اتفقتم علي على كلام كذب وفاسد تتكلمون به قدامي إلى أن يتحول الوقت، فاخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون تعبيرا. لو قلتوا لي الحلم هعرف أنكم بتفسروا صح. فأجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك. ما فيش حد على الأرض من المخلوقات الأرضية يقدر يعمل اللي أنت بتقوله ده، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا. وبعدين خد بالك ما فيش حد من الملوك العظام اللي مروا بتاريخ البشرية طلب الطلب الغريب ده. هو هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني، والأمر الذي يطلبه الملك عسر وليس آخر يبينه. الأمر اللي أنت بتقوله ده مستحيل وصعب، محدش يقدر يقوله لك قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. اللي أنت بتطلبه ده محدش يقدر عليه غير الآلهة اللي مش ساكنين مع البشر. وده اللي يورينا برضك إن حتى في الحضارة البابلية كان عندهم فكرة عن حياة أخرى غير مرئية، لأن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. لأجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل. فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون، وفعلا الأمر ابتدى يتنفذ ويقتلوا كل حكيم. فطلبوا دانيال وأصحابه بيقتلوهم، وكان من ضمن الحكماء أو من ضمن المجوس دانيال والثلاث فتية، لأنهم صاروا بسبب الحكمة اللي عندهم
من الناس الطبقة المرموقة، فكانوا حيروحوا في الرجلين. حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأريخ رئيس شرطي الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل. دانيال قال له: أنت هتموتني ليه؟ فأجاب وقال لأريخ قائد الملك: لماذا اشتد الأمر من قبل الملك؟ والملك عايز يموتني ليه؟ حينئذ أخبر أريخ دانيال بالأمر، فقال له عشان هو مش لاقي حد يقول له الحلم ويفسره. فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. وهنا دخول دانيال عشان يشفع في كل المجوس والحكماء والكلدانيين، قال له: اديني وقت، اديني فرصة، وأنا هقول لك اللي أنت عايزه. وقف موضوع القتل ده دلوقتي. حينئذ مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا وميشائيل وعذاريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر. دانيال اللي كان ليه قشرة شخصية وعلاقة قلبية مع الله، راح عمل اجتماع صلاة مصغر كده مع أصدقائه الثلاثة، حنانيا وعزاردة وميشائيل. قال لهم: تعالوا نرفع الأمر قدام الرب إله السماوات عشان ربنا يتصرف في الموضوع. عشان كده هنشوف إن دانيال كان رجل الصلاة. في كل موضوع هو بيقابله، أو في كل مشكلة، أو في كل ضيقة، أو في كل فرح، كان دانيال يصلي. مش دانيال بس بيعلمنا الصوم وضبط النفس والقلب اللي عايش مع ربنا يرفض النجاسة، لكن كمان بيعلمنا أهمية الصلاة في حياة الإنسان. ما هي عشرة ربنا دي عبارة عن صلاة. صلاة يعني اتصال وصلة. فقالوا: تعالوا نصلي مع بعضينا من أجل هذا الأمر، هذا السر، لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. ودخلوا قدام ربنا يصلوا ويتذللوا أمام الله. الله ده الصديق الألزق ليهم. حينئذ لدانيال كشف السر، والله بيستجيب لتلك الصلاة الجميلة لأنها كانت مسنودة بحياة مقدسة، إن هم حطوا في قلبهم ما يتنجسوش. صلاة الأشرار مكرهة للرب، لكن صلاة الأبرار الله يصغي ليها. فربنا كشف لدانيال السر في رؤيا الليل، ظهر له برضك في رؤيا الليل. رؤيا الليل يعني وهو صاحي بالليل، لكن الحلم الإنسان بيبقى فيه نايم، الرؤيا الإنسان بيبقى صاحي. فبارك دانيال إله السماوات. فدانيال على طول لما ربنا كشف له سر الحلم والحلم ذاته، بارك ربنا وشكر ربنا وقال لربنا: أنت عظيم وأنت حنين وأنت طيب. وعلى طول حس إن دي من رحمة ربنا ومحبة ربنا ونعمته، مش بشطارته ولا باستحقاقه، لكن هو سبح مراحم ربنا وبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا. أول هنا إعلان دانيال بيعلنه إن السر مش فيه، لكن السر في الله إلهيم، الله اللي هو متمسك بيه. ليكن اسم الله مبارك من الأذل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. ابتدى يعرف
مين هو إله إسرائيل؟ مين هو إله دانيال؟ مين هو هذا الإله المبارك؟ هو له الحكمة والجبروت، المعرفة والقوة على تنفيذ المعرفة. هو يغير الأوقات، هو اللي بيغير الأزمنة وبيغير الأحوال. كل حاجة موجودة في إيديه، هو ضابط الكل. هو يغير الأوقات والأزمنة، والتعريف ده مرتبط بالحلم. هنشوف إيه زي ربنا بيغير الوقت وبيغير الأزمنة. يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يشيل ناس ويحط ناس تانية. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق، العمائق يعني الأسرار العميقة الداخلية الدفينة، كلها مكشوفة قدامه. كل ده بيتكلم عن إلهه، ما بيتكلمش عن نفسه ولا عن شطرته انه عرف، لكن بيتكلم عن هذا الإله. هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة، يكشف حتى اللي في الظلمة، وعنده يسكن النور، لأن الله نور وليس فيه الظلمة البتة، ونوره ينور حتى أعماق الظلمة. إياك يا إله أبائي، هيبتدي يتكلم عن إله أبائه، إله مختبر، إله ليه وجود، إله حقيقي. عاش أبائه مع هذا الإله، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ميراث رائع جدا ومقدس جدا، تركوا الآباء للأبناء. أحمد وأسبح الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني. بيرجع الفضل هنا لربنا، مش لشطرته ولا لاستحقاقه، لكن بيوري الناس مين مصدر المعرفة ومين مصدر القوة ومين مصدر الحكمة. ما طلبناه منك لأنك علمتنا أمر الملك، فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة الحكماء بتاع بابل. راح للراجل المسؤول عن إبادة الحكماء ومضى وقال له هكذا: لا تبيد حكماء بابل، ادخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعبير، وصلني لحد الملك وأنا أقول له اللي هو عايزه. حينئذ دخل أريوخ دانيال إلى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا: قد وجدت رجلا من بني سبي يهوذا الذي يعرف الملك بالتعبير. أنا لقيت واحد يقدر يقول لك اللي أنت عايزه. فأجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلشصر: هل تستطيع أنت على أن تعرفني الحلم الذي رأيت وتعبيره؟ فأجاب دانيال قدام الملك وقال: السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات. على طول دانيال مش يقول له أنا أعرف ولا ما أعرفش وأنا أقدر، ويقعد يمدح في نفسه ويظهر قدامه، لا. على طول دانيال يحول النظر بتاع الملك إلى إله السماوات. كان دانيال مش بس إنسان صروم وإنسان قلبي نقي لا يتنجس، ومش كان بس إنسان صلاة، لكن دانيال كان أول كارز من الدرجة الأولى، يكرز
بإلهيم يكرز بإله السماوات. كان واحد من أعظم الكارذين اللي كرروا باسم ربنا. لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار. الله هو اللي بيكشف الأسرار، بالرغم إن هم بعد كده ادوا لقب ده لدانيال، سموه كاشف الأسرار، لكن هو في واقع الأمر بيوجه النظر إلى الله هو اللي بيكشف الأسرار. وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. والأروع من كده إنه مش بس بيكلم نبوخذ نصر عن ربنا، لكن شوفوا شطارة الكارز ده، كمان بيدخل نبوخذ نصر في علاقة مع ربنا. مش بيقول له إن في إله في السماوات وخلاص، لا، ده كمان بيقول له إن الإله في السماوات ده بعت لك حاجة وعايز يقول لك حاجة، يعني كمان عايز يحبب نبوخذ نصر في هذا الإله اللي بيبعت له رسالة وبيكلمه. ودي شطارة الخادم، إنه مش بس يقول فيه إله، لكن كمان يخلي المخدوم يتعامل مع هذا الإله ويشعر إن الإله ده بيحبه وإن الإله ده عايز يتصل بيه. فقال له إله السماوات ده عايز يقول لك حاجة لأنه بيحبك وبيقدرك، عايز يعرفك حاجة. وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة. حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد. يقول له أنت كنت نايم حطت رأسك على المخدة وبعدين سرحت، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وكأن كمان ربنا كشف لدانيال إزاي الحلم ده وصل لنبوخذ نصر، إن نبوخذ نصر كان مشغول قبل ما ينام وهو حاطط رأسه على المخدة، وإيه اللي هيحصل بكرة؟ نبوخذ نصر ده كان صنع إمبراطورية ضخمة جدا وحضارة ضخمة جدا، لدرجة إن إحدى عجائب الدنيا السابعة كانت حدائق بابل المعلقة. فبيوصف له حالته، أنت أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا، وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. إله السماوات ده اللي بيكشف الأسرار عايز يقول لك اللي هيحصل. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا. يبتدي دانيال بقى ينسحب، بس خد بالك ربنا لما كشف لي ده مش عشان أنا يعني حكيم ولا عشان أنا مستحق ولا عشان أنا كويس، لا، ده هو بيحبك وعايز يوصل لك حاجة لحكمة فيها أكثر من كل الأحياء. وكأنه بيشفع في بقية المنجمين وبقية المجوس عشان ينجيهم من الموت. وهنا دانيال رمز جميل جداً للمسيح اللي فادى الكل من الموت والهلاك واللعنة. ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. ربنا اداني ده علشان عايز يوصل لك حاجة. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذ بتمثال عظيم، وهذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره هائل. تمثال ضخم عالي، رأس هذا التمثال من ذهب جيد، وصدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخده من نحاس، بطنه وفخداه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضها من حديد والبعض من خزف. هذا في اللي هو الصيني. وتلاحظوا ان الرأس او اللي فوق خالص هو اقوى واثمن واغلى حاجة. كل ما بينزل درجة في جسم التمثال ده كل ما الغلو او القوة والقدرة بتقل. فذهب
بعدين فضة، بعدين نحاس، وبعدين حديد وخزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، وبعدين أنت واقف تتأمل في التمثال ده، هو في حجر اتقطع من غير إيدين ما تظهر، من غير إيدين يعني بدون يد بشر. فضرب التمثال على قدميه، خبط التمثال من تحت من القدمين اللي جزء منها حديد وجزء منها خزف، اللتين من حديد وخزف فسحقهما. فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب، فوقع التمثال كله وصارت كعصافة البيدر وتفتفت، والهوى والريح طيرته كعصافة البيدر في الصيف زوبعة، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، واختفى التمثال ده خالص. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا. الحجر ده اللي اتقطع من غير إيدين كبر 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 لحد ما بقى جبل كبير جدا وملى الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. أنت أيها الملك ملك ملوك، عظمتك أنك سدت على كل العالم، بس لما سدت على كل العالم ده مش كان بشطارتك، لكن لأن دي كانت إرادة إله السماوات. خادم الحلم بيدخل المخدوم بتاعه اللي بيخدمه في علاقة مع إله السماوات. هو اللي أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. كل اللي أنت فيه ده مش منك، لكن من إله السماوات هو اللي ادهولك. إزاي يا دانيال عندك الجرأة إنك تكلم الملك العظيم وتقول له، يعني كانه بيقول له انت ولا حاجه، كل دي نعم ربنا عليك. ده لو واحد خد دكتوراه يعني واتنفخ كده شويه، لو حد قال له ده ربنا ولدالك يقول له تنسيت انا تعبت قد ايه، انا ذاكرت قد ايه، انا بذلت فلوس، انا بذلت مجهود قد ايه. تخيلوا دانيال بيكلم هذا الملك العظيم بهذه القدره، إن اللي أنت فيه ده عطية من الله. فأعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها. لك سلطان عظيم سواء البشر أو الوحوش أو الطيور. فأنت هذا الرأس من ذهب، أنت الرأس الذهبي، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك اللي هي الصدر والإيدين الاتنين، لكنها مصنوعة من الفضة. وبعدها تيجي مملكة تالتة اللي هي البطن والفخدين من نحاس، وتتسلط على الأرض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد اللي هي الساقين اللي من الحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خذف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث أنك رأيت الحديد مختلط بخذف الطين. الحديد ده صلب قوي والطين ده طري قوي. وأصابع القدمين بعضها من حديد وبعضها من خذف، فبعض
المملكة يكون قويا والبعض قسما. وبما رأيت الحديد مختلط بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً، وملكها لا يترك وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. طبعا احنا عرفنا ده بعد ما الأحداث حصلت تاريخيا. الرأس اللي من الذهب كانت تشير إلى مملكة بابل في عظمتها وفي قوتها، وبعدين المملكة اللي من فضة وليها اتنين ايدين دي مملكة مادي وفارس اللي جات بعد مملكة بابل تاريخيا. وبعدين المملكة اللي من نحاس ده الإسكندر الأكبر، الإمبراطورية الإغريقية اليونانية. وبعدين اللي من حديد دي الإمبراطورية الرومانية اللي كانت قوية جدا. وبعدين اللي من حديد وخزف الإمبراطورية الرومانية لما تقسمت وتفرقت. حجر اللي قطع بغير يدين ده إشارة للمسيح اللي ولد بدون زرع بشر، بدون تدخل بشر. سيد المسيح اللي زرع حجر صغيرة، لكن الحجر ده ابتدى يكبر وملأ كل الأرض. ده ملكوت السماوات على الأرض اللي سات في العالم كله، اللي الكرازة وصلت بيه لأقاصي المسكونة. احنا بعد هذا التاريخ اللي تم قدرنا نفهم هذا، عشان كده في التسبحة بنقول ان الحجر اللي رآه دانيال ده هو السيد المسيح، حجر اللي قطع بغير يدين، حجر صغير لكن سحق ممالك العالم كلها وأنهاها، وصار هو جبلا عظيما يملأ في كل الأرض. لكن دانيال ساعة ما اتكلم قال له عن التاريخ اللي هيحصل للممالك اللي هتيجي بعده، لأن هو ده الأمر اللي كان بيشغل بال نبوخذ نصر. اتكلم بقى عن مملكة المسيح، يقيم إله السماء مملكة لن تنقرض أبدا، مملكة أبدية، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قطع حجر من جبل لا بيدين، فسحق الحديد والنحاس والخذف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. الحلم اللي انت شفته ده حقيقي، التفسير اللي انا بقوله لك ده اكيد، عشان الملك ما يرجعش يشك ويحس اي حاجة. طبعا نبوخذ نصر لما شاف ان دانيال حكى له الحلم اللي ما حكاهوش لاي حد خالص، فعرف ان الانسان ده فيه روح عجيبه. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. نبوخذ نصر ده اعظم الملوك، يخر ويسجد لدانيال، وامر بان يقدموا له تقدمه وروائح سرور. فأجاب الملك دانيال وقال: حقا إن إلهكم إله الآلهة. نجح دانيال إنه يكلم نبوخذ نصر عن إله الآلهة، الإله الحقيقي.
ورب الملوك وكاشف الأسرار. استطعت على كشف هذا السر حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل، جعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. رفع دانيال فوق كل الحكام وفوق كل شيء، وعرف إله الآلهة القدوسين وقال له أنت إلهكم الإله الحقيقي. بعد ما كان نبوخذ نصر بيعبد بال ومردوخ، لكن دانيال في لفتة جميلة جدا ما بيركز على نفسه خالص، كان عنده فضيلة إنكار. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنبخ على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان في باب الملك. والشيء اللطيف في دانيال إنه بيذكر إخواته، أخواته دول هم اللي صلوا معاه، وزي ما كانوا شركاء في الضيقة يصيرون أيضا شركاء في المجد. فضيلة أخرى رائعة في بابل أن في دانيال، أن دانيال لم يكن يركز على نفسه، لم يكن أناني، لكن كان يفكر في الآخرين. فبنشوف فضائل جميلة جدا في دانيال، دانيال الصوام، دانيال الطاهر النقي، دانيال اللي ليه عشرة مع ربنا، دانيال المصلي، دانيال الحكيم، دانيال كاشف الأسرار من إلهه، دانيال اللي بيكرز بإلهه ويظهر إلهه، دانيال اللي عايز يدخل كل واحد في علاقة مع إلهه حتى الملك، دانيال اللي بيذكر إخواته وأصحابه وبيشركهم معاه في المجد. ربنا يدينا من نعمة دانيال ومن حكمة دانيال ومن حياة دانيال. لربنا المجد دائما أبديا آمين. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ ربنا يكون معاكم. اجعلنا رب مستحقين اقول لك بكل الشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي علينا رب ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.